كمان. استقبال دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حالا على الهواء مباشرة لبعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة الدولي، واستقبال طبعا كبير جدا واستقبال طيب من وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي للاعبي النادي الأهلي، وتحيتهم على الإنجاز الطيب والإنجاز الكبير. هذا الإنجاز اللي في المقام الأول هو إنجاز لمصر، إنجاز للكرة المصرية، إنجاز للرياضة المصرية. بقات الورد وبوكيه ورد بالتأكيد من وزير الشباب والرياضة وكل الجهات المسؤولة طبعا، ووجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على رأس البعثة، وكل أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ العامري فاروق، الأستاذ خالد الدرندلي، الأستاذ خالد مرتجي، الأستاذ المحاسب طارق أنديل، مهندس محمد سراج، الأستاذ محمد الجرحي. كل الناس كانت موجودة وكل الناس كانت مسافرة وعندها تحدي تكون موجودة في صف الفرقة، موجودة مع الفرقة صورة جماعية. مهندس هاني أبو ريدة كمان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وكان موجود في اجتماعات الاتحاد الإفريقي خلال ال 48 ساعة الماضية، وعاد مع بعثة الأهلي في الرحلة اللي وصلت الحمد لله منذ قليل. زي ما قلت لكم هو إنجاز للجميع، إنجاز للرياضة المصرية، إنجاز للكرة المصرية. الكل فرحان والكل سعيد، ويا رب الإنجاز ده بقى كمان يكون ليه أثر طيب على منتخبنا الأولمبي اللي هيبدأ إن شاء الله منافسات دورة طوكيو خلال الأيام القليلة القادمة. هو دايما النادي الأهلي بيكون عنوان وصورة طيبة لمصر في البطولات الإفريقية والبطولات الدولية، وإن شاء الله يكون الشكل ده والصورة دي في الفترة اللي جاية تنعكس بقى على المنتخبات وعلى الأندية في الفترة القادمة. استقبال طيب جدا من وزير الشباب والرياضة. زي ما قلت لكم الانتصار اللي اتحقق النهاردة ده مش انتصار للأهلي فقط، انتصار لمصر كلها، انتصار بينعش الرياضة المصرية، بيخلي الكل هو شغال في الرياضة وفي الكورة يكون عنده بقى ايه الفترة الجاية ازاي يشتغل عشان نرجع تاني للإنجازات، نرجع تاني للبطولات، منتخبنا الوطني يرجع تاني للمنصات التتويج في كأس الأمم. سعد سمير كأحد كباتن الفرقة موجود طبعا وبيلقى التحية من وزير الشباب والرياضة والكابتن محمود الخطيب. زي ما قلت لكم طبعا مصطفى شوبير 2 ميدالية ذهبية، 2 دوري أبطال إفريقيا في عامين متتاليتين، وتسليم طبعا بوكيه الورد لكل افراد اللاعبين. نور عامل المهمات المسؤول عن التعقيم، والتر بواليا نجم النادي الاهلي واللاعب المهاجم الكونغولي، ايمن اشرف، محمود وحيد، حسين الشحات اللي استعاد مستواه وظهر بشكل طيب في الفتره الاخيره، وبيتسو موسيماني عارف امكانيات حسين وصبر عليه كتير، والجمهور لازم يصبر عليه ويصبر على لعيبه النادي الاهلي لان عندهم الكتير الفتره الجايه، وشايفين طبعا السعادة والحب بين الجميع. دكتور عمرو محب مترجم الفريق، كابتن سارة عبد الحفيظ مدير الكورة والدور الكبير اللي قايم بيه مع النادي الأهلي في السنوات الأخيرة، ومنظومة العمل الجماعية داخل النادي الأهلي سواء لجنة التخطيط، مجلس الإدارة، الجهاز الفني واللاعبين، الكل بالتأكيد شغال بشكل طبيعي عشان نشوف الصورة الجميلة دي. موسي محلل الأداء والشغل العالي لتحليل أداء الفرق، فرق المنافسة، محمد مجدي أفشة القضية، اللاعب اللي قدر في خلال سنتين يحقق انجازات للاعبين، يعني لعيبه قعدت 6 سنين و10 سنين ما حققتش هذه الانجازات، مجدي قفشه في سنتين قدر يحقق انجازات، وده ان دل على شيء بيدل على لاعب عنده امكانيات طيبه ونيه صافيه عشان يقدر ينجح مع النادي الاهلي. يوشا محلل الاداء، محمود كهربا الفولت العالي مع النادي الاهلي، 2 دوري أبطال إفريقيا كهربا مع الاهلي في سنتين متتاليتين، اختياره كان اختيار مميز. دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق والدور المهم جدا للجهاز الطبي. ياسر ابراهيم اللاعب اللي وقت ما تحتاجه تلاقيه في اي لحظه موجود في الملعب جاهز. محمود متولي ترجع ان شاء الله الفتره الجايه ونشوفك في الملعب، لاعب مهم جدا. طارق مسؤول التاهيل واخصائي التاهيل في الجهاز الطبي. عمرو السوليه المايسترو وسط الملعب، عمرو السوليه من اللعيبه ممكن الناس مش واخده بالها من المجهود اللي بيأديه لكن لاعب مميز جدا. سمير عدلي الكابتن سمير عدلي المدير الاداري وصاحب التاريخ الطويل في العمل الاداري الكابتن سمير عدلي. كابتن ماهر عبد العزيز اداري فريق النادي الاهلي، انجاز طيب جدا زي ما قلت لكم على جميع المستويات، بنتكلم على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري وعلى المستوى الطبي وعلى مستوى اللاعبين، على كل مستويات المتابع معاكم اللقطات، يعني شايفين لقطات مميزه جدا من وصول بعثه النادي الاهلي، لقطات دي كنا مفتقدينها في السنوات الاخيره. طبعا الموسم الماضي كان عام 2020 الفاينل كان موجود في استاد القاهره، فما كانش في بقى استقبال في المطار وبوكيه ورد والكلام ده، لكن بنستعيد هذه اللقطات النهارده بعد ما افتقدناها منذ حوالي 7-8 سنين. آخر بطولة للأهلي في دور أبطال إفريقيا خارج مصر كانت 2012، 2013 كانت في مصر استاد المقاولين العرب ماتش أورلاندو بايرتس والأهلي، 2014 سيو سبورت والأهلي على استاد القاهرة، فبالتالي آخر بطولة الأهلي جابها من بره مصر كانت عام 2012 على الترجي التونسي
وكان استقبال عظيم جدا، لكن الاستقبال اللي محدش يقدر ينساه. واتمنى يا رب باذن الله لما الاهلي يرجع من اليابان في ديسمبر القادم يكون على نفس شكل الاستقبال اللي كان موجود في عام 2006 بعد احراز البرونزيه. الاهلي عنده 2 برونزيه في كاس العالم للانديه، ورايح اليابان ان شاء الله باذن الله يسعى للمباراه النهائيه، لما لا فضيه او ذهبيه. بيتسو عنده طموح وكلنا وراه وفي ظهره وبنشوف الطموح اهو قدامكم في الصوره. بيتسو موسيماني مع دكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه والكابتن محمود الخطيب، وتحيه كبيره جدا. ووزير الرياضه بيستقبل البعثه بعد تتويج بدوري ابطال افريقيا للمره العاشرة. انجاز طيب جدا، حاله من السعاده اللي هتكون موجوده في الشارع المصري. العيد عيدين، عيد الفوز بدوري ابطال افريقيا وعيد الاضحى المبارك. طبعا كل سنه وكل الشعب المصري وكل الامه العربيه بخير وسلام دايما يا رب. فرحه كبيره جدا. استاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي حريص كمان ويكون موجود في مطار القاهره لاستقبال البعثه. الكل على قلب رجل واحد لتحقيق انجازات طيبه لاسعاد الجماهير الاهلاويه في كل مكان، والكل فرحان بالنتائج الطيبه اللي بتتحقق خلال هذه الفتره. زي ما قلت لكم جمهور الاهلي فرحان، جمهور الاهلي سعيد، ومن حق جمهور الاهلي يكون فرحان وسعيد، لان جمهور الاهلي فضل في ظهر الفرقه في كل لحظه وفي كل دقيقه وفي كل موقف. وفي بعض الفترات في جماهير، وانا شفت ده حتى في انديه اوروبيه كتير، في جماهير ممكن مع الوقت نتيجه خساره بطوله بسبب قرار يتغير بقى تشجيعها، تروح تشجع نادي تاني، انتمائها للنادي ما يكونش زي الاول. لكن جمهور النادي الاهلي بالنسبه له النادي الاهلي ده حاله خاصه. انتوا بتتكلموا عن جزء من المجتمع، جزء من حياتك الشخصيه. انت النهارده صاحي الصبح فرحان لان النادي الاهلي كسب امبارح. لو لا قدر الله كان خسر كنت هتصحى النهارده المود بتاعك مش كويس. انا بقول لكم على حاله انا بعيشها وكل الناس بتعيشها وكلنا عارفين ده. النادي الاهلي لما بيكسب شوف حاله السعاده اللي بتبقى عند الشعب المصري في اليوم التالي بيبقى عامله ازاي. الناس بتبقى فرحانه، المود العام في الحياه اليوميه بيبقى مختلف. انت صاحي ايا كانت المشاكل اليوميه اللي عندك، والله العظيم الناس بتنسى كل ده لمجرد بس ان الاهلي كسب. طب اقول لكم على حاجه، كلكم شفتوا خلال اليومين اللي فاتوا الجمهور ازاي كان بيدعم الفريق. لكن لفت انتباهي في التدريبات ولفت انتباهي في مباراه الامس والمباراه بدون جمهور، 2 من جمهور الاهلي كان دايما حريص اثناء ما كانت المباراه بجمهور يحضر دايما كل ماتشات الاهلي، احمدي وعمر. قطعوا مسافات من اوروبا للوصول للمغرب ومش ضامنين يحضروا الماتش ولا يخشوا المغرب او يشوفوا الاهلي، بس خدوا الريسك. ليه؟ عشان يكونوا موجودين في ظهر الفرقه. انا بعتبر الاثنين دول امبارح كانوا بيمثلوا كل جمهور الاهلي، تشجيعهم في الملعب، تشجيعهم في التدريب، وجودهم في الاوتيل، وجودهم في ملعب المباراه واللافتات والاعلام اللي كانت موجوده. وراك يا اهلي فين مطروح؟ الجزئيات الصغيره دي ما ينفعش نعديها، هي دي عظمه جمهور الاهلي. ان المباراه دي لو كانت بحضور جمهور والله العظيم ما كان، يعني على الاقل كان هيحضر مش اقل من 20-30 ألف متفرج اهلاوي في مركب محمد الخامس. فكان لازم اشيد بدور الجمهور واشيد بالموقف اللي حصل من بعض الاشخاص وبعض الجماهير اللي سافرت مسافات طويله عشان تحضر وتشجع الاهلي، وواخده ريسك كبير جدا عشان تقف في ظهر الفرقه في مباراه زي ديت. والحمد لله الريسك ده كان في نهايته سعاده وفرحه بالفوز بالعشر.